لا مش هتصير زيادة، مش هتصير زيادة، مش يدعموا الفلاح على مستوى الأعلاف، ولا مش يزيدوا عند الإنتاج، مش يزيد السوم الحليب للمستهلك، إلا لا مش نحسموا الجدل ده. احنا معانا في المباشر سيدة أنيس خرباش، مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري والمكلف بالأعلام في الاتحاد. سيدة أنيس مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مساء الفل ومرحبا بك يا مستمعاتي ونفسي. شكرا جزيلا. فسروا حكاية الحليب هذا، لأنه عندنا أزمة الحقيقة، والناس كل تحب الأزمة هذايا تتعدى على خير، لأنه فماش حليب اليوم في الأسواق خاصة في الجنوب، ومن بينهم صفاقس معناتها مش موجود، فما الحليب مش موجود ومش متوفر في لي غران سيرفاس معناتها اليوم. هل أنه باش يتزايد الحليب مش باش يتزايد؟ فسر لنا شنو صاير. في اول الامر نحن خلينا نشخص شويه الوضع في الحقيقه. تفضل. نحن كما تتفكروا في 2016 و2017 كان عندنا فائض نتاع انتاج في الحليب وتوريته معناها في العديد من المناسبات. الفلاحه ما لقاتش شنو تصب حليب، او المركزيات نتاع الحليب ما حبتش تقبل الفائض نتاع الانتاج. قلنا ما دينا انا ذاك حتى باش نخدموا معمل التجفيف ويقع تجفيف الحليب باش وقت اللي ينقص الانتاج نجموا نوجدوه حتى في صناعة الياغورت ومن غير ذلك. المنظومة هذه من 2017 منظومة تخلت عليها الدولة. قعد الفلاح يعاني فيها، فقد آنذاك جزء من القطيع، ومن بعد بدا يرجع بشوية بشوية. حققنا اكتفاء ذاتي في سنوات معناها كيلو 16 17 كيلو 19، ولكن من سنة 2020 بدا غلاء كبير في مدخلات الاعلاف، غلاء كبير في كلفه الانتاج. تعرفوا انتم اللي 80% من مدخلات الاعلاف مورده من الخارج كيما المايوت وكيما السوجا. انهار الدينار انذاك في سنه 2020، جات ازمه كوفيد 19، ثم غلاء كبير، ارتفعت اسعار الكلفه نتاع لتر حليب مؤخرا في حدود شهر اوت 2022 الى دينار و800 تقريبا، معناها صح يتكلف الحليب على الفلاح معناها في مستوى الانتاج. تكلفة الانتاج معناتها؟ تكلفة الانتاج دينار و800 لتر حليب. لكن الفلاح يبيع فيها منذ سنتين على الاقل بدينار و140. الفلاح تحمل الشهر الاول الشهر الثاني العام الاول العام الثاني يبيع بختاره وصلت ليك فوق 600 مليم، ما عادش ينجم يتحمل الفلاح. غلاء كبير في الاعلاف، غلاء كبير معناها حتى في المستلزمات الاخرى من معناها الادويه الطبيه البيطريه من اي شيء كان. في نفس الوقت ثم معناها نقص كبير في الامطار، نقص كبير في الاعلاف الخضراء، تضايق الفلاح، بدات الديون تكبل فيه معناها من جوانب الكل كي، وبدا يبيع في القطيع نتاعو. وصلنا نحن معناها الارقام الاوليه اللي انه حوالي 30% من القطيع نتاعنا فقدناه، وحوالي 40% من الانتاج تراجع. معناها اليوم هنا نحن مقارنه بشهر سبتمبر 2022 مقارنه بسبتمبر 2021 عندنا نقص على الاقل 40% على مستوى الانتاج. هذا يفسر اليوم ما فماش الحليب في الاسواق؟ هو في الاصل ما يفسرش، لانه نفقد المادة كومبليتمون، ما عادش نلقوها في برشا معناها مغازات كبيره معناها في الجران سيرفاس. للامانه هذا سؤال ونقطه استفهام حول مسالك التوزيع وحول التزويد. خاطر علاش سالتك السؤال هذا؟ لانه في العاده عندنا مخزون احتياطي نخرجوه وقت ينقص الانتاج. وين المخزون الاحتياطي نتاعنا؟ هو المخزون الاحتياطي ديما كان في حوالي 50 مليون لتر. ال 50 مليون لتر هذوما يوم ينجموا يزودوا الشعب التونسي المستهلك التونسي حوالي 30 يوم. نحن يوميا نستهلكوا في حوالي 2 ملايين لتر حليب. كي بدا يتيح الانتاج على الاقل منذ 3 أو 4 أشهر، وتعمقت الازمه بالاخص خلال اشهر ابريل مايو نحن جايين، بدينا نجبدوا من المخزون الاحتياطي، نجبدوا منه تو حوالي عندنا حوالي 20 مليون او اقل من 20 مليون لتر حليب. مع انه يقص الانتاج بحوالي 40%، معناها ينجم يصير نقص على مستوى المخازن على مستوى تجار التفصيل ب 30%. صوتك مش واضح، حاول البلاصه اللي انت فيها.
سيانيس سيانيس بعدين فلاحة بغاز المنظومة صحيح لكن في الأصل ثم إنتاج على الأقل أنت كي كنت تدخل مساحة تجارية كبرى في عود مش تلقى فيها 100 سيكة حليب تلقى فيها 60 70 لكن ما راعنا اللي إنه معناها في المدة الأخيرة اللي إنه الحليب بالأخص الأسبوعين هذوما بدأ يتفت معناها كومبليتمون نهائيا من عديد من المساحات التجارية. لا ربما هذا السؤال جاوب لنا عليه وزارة التجارة على مستوى التزويد على مستوى مركزيات الحليب وربما نقص ولاو المركزيات ماشيين أكبر للياغورت وللبن وللرايب ولكن الحاجات معناها اللي فيهم هامش ربح كبير لأنه الحليب اليوم تدعم على مستوى المركزية المركزية كي تخرج لك الباكو حليب باش يتباع بدينار و 250 يلزمها تاخذ معناها منح الدعم من الدولة بعد يولوا يمشيوا يهزوا الحليب الحاجات الغير مدعمة يهزوا الحليب الحاجات غير مدعمة لأنهم هما في حد ذاتهم يقول لك اليوم عندنا أكثر من 9 شهور الدعم ما تصبش المركزيات نحن مدينين معناها ولينا مسؤولين في مليارات للدولة والدولة معناها مش حاسة بينا مش قاعدة تخلص ومش قاعدة تخلص الأزمة هذه أنا راه المسؤول الأول عليها والأخير هو انعدام التخطيط الاستراتيجي بالأخص لدي الوزارات المعنية وإن شاء الله نتعظوا معناتها إن شاء الله نتعظوا سيانيس لأنه كن تصير أزمة كن هذية وما تصيرش معناتها حلول وما تقعدش الأطراف الكل ونشوفوا الحل الأزمة هذية باش تتعاود معناتها فماش دروس وفماش اتعاد من الموضوع هذا هي مش تتعاود بركة نحن تو لحد هذه اللحظة عايشين الأزمة وما زالت متواصلة وما زالت تتواصل ولربما تتعمق إذا الدولة مش تتحرك احنا اليوم معناها طالبين طلبات عادية وجد مقتول عليها وهي الطلبات نشدوا فيها من 2017 عملنا سعر ديناميكي للبيع على مستوى الانتاج اغلى الاعلاف يغلى البيع على مستوى الانتاج يرخص الاعلاف ينقص معناها سعر البيع على مستوى الانتاج المستهلك التونسي نحن طالبنا باش نرشد الدعم وباش الدعم يوصل للمستحقين أنا اليوم نقول لك يا الدولة قادرة باش تبيع لتر حليب للمستهلك بدينار فقط. كيفاش؟ بصورة ما الدعم اللي قاعدة تخزن فيه يمشي المستحق كيفاش؟ إذا اليوم القهوة المقهى العادي في جهة معناها راقية يبيع في القهوة حليب ولا الكافي كريم ولا الكافوزا ولا حاجة كيما الكي يبيعها بخمسة دينارات وستة دينارات علاش في باكم دعم فوالا علاش فوالا علاش يستعمل في الباكو حليب دعم علاش ما يشريش لتر حليب بثلاثة دينارات وبأربعة دينارات النزول يخلي للمواطن والنزول فوالا كل النزول معناها عندك انت خمسة ستة سبعة ملايين سايح يجيك سنويا ياكل الدعم يشرب معاك الدعم فوالا الحليب المدعم ياكل معاك في الباكات المدعمة والدولة ساكتة رشد الدعم لأصحابه علاش اليوم الدولة معناها تتكلف لها هو موضوع كبير ويستحق برشا ربما تفاصيل لكن الوقت يحكم فينا سيانيس فقط هو سؤال اليوم تم ثلاث نقاط رئيسية طالبين زيادة السعر على مستوى الإنتاج بقداش 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 نحن قلنا على الأقل نبيعوا بسعر التكلفة مثلاً نكونوا وطنيين معناتها 18% معناتها 18% 18% مش برشا على الفلاح يا اليوم إذا الفلاح خرج من المنظومة وما عادش فما إنتاج ياك مش تورد الحليب مش تجيبه ب 3000 وب 3500 معناتها الزيادة باش تكون في حدود 660 مليم هكا على مستوى الإنتاج على مستوى الإنتاج 660 مليم ولكن على مستوى المهلة المستهلك ينجموا يزيدوا حتى مليم لا يرشدوا الدعم يرشدوا الدعم ويدعموا الفلاح مباشرة بمعناها تحسيسه بزراعة الأعلاف الخضراء بوضع استراتيجية حول التعب المائية تحسيس المياه إيجاد حلول نجموا نقعدوا الناس الكل المشكلة اليوم اللي أنه سلطة الإشراف وزارة الفلاحة ما تحبش تقعد مع المينا ما تحبش تقعد مع الاتحاد التونسي في الحسين البحري ما تحبش تعمل استراتيجيه واضحه للنهوض بكل القطاعات بكل المنظومات مؤسف هذا جدا اكيد مؤسف معناتها اليوم انه الازمه موجوده ولا من اليوم قاعد من السلطان وحب يحل الازمه هذايا يعطيك صحه شكرا جزيلا سيد انيس خربيش مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري.